أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا
فما تستطيعون
أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله يا الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر 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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد. والمنة
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم أن نطول زورا أو نغشى فجورا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا شافي الصدور ويا قاضي الأمور، نسألك كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا عزيز يا غفور. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم اغفر للتائبين ويسر لهم أمورهم، يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين، استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا، وارض أرضنا وارض عنا، واهدنا واهد لنا واهد بنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وذرياتنا وأزواجنا وولاة أمرنا وعلمائنا والمسلمين من النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتعينه عليه، التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وأعوانهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكرورين، وفك أسر المأسورين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. إلهنا 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 وخالقنا ورازقنا وبارئنا، لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا من نصرت أولياءك يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، انصر أولياءك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين
المكان. اللهم كن لإخواننا في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين الغاصبين المحتلين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا عزيز يا ذا الطول والإنعام. اللهم انصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا، اللهم انصرهم على من عاداهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حصن حدودنا وثغورنا يا قوي يا عزيز. اللهم كل رجال أمننا، تقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم وردهم سالمين غانمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا وقيادتنا ووحدتنا وأمننا واستقرارنا ورخاءنا بسوء فأشغله بنفسه. اللهم أشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من أراد بنا سوءا أو مكروها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ولمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا حبه وحب آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. اللهم اجعل حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأولادنا وأزواجنا ومن الماء البارد على الظمأ يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على أنبيائك ورسلك، وخص منهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وعن الصحب أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.